بيكم بعد الفاصل. انا مش كافر بس الجوع كافر. هذه اخر ما كتب المواطن اللبناني محمد علي الذي انتحر بضرب نفسه بالرصاص في احدى المقاهي في شارع الحمراء بلبنان. دخل المقهى وطلب فنجان من القهوه، وحتى يتم تجهيز هذا الفنجان من القهوه فجاه سمعوا الرصاص ينطلق، وفجاه وجدوا هذا المواطن يضرب نفسه بالرصاص ويلقى مصرعه ويكتب كلماته الخالدة بعد ما جاب ما يسمى بالفيش الجنائي، أو الحالة الجنائية بتاعته اللي بنسميه في مصر الفيش الجنائي، يعني اللي هو طلع انه معلوش أحكام وراجل سليم يعني مفيش فيه مشاكل. قال أنا مش كافر بس الجوع كافر. لبنان، وهذا نتاج للمنعطفات السياسية والتاريخية والاقتصادية التي مرت بها لبنان على مدار تاريخها، على مدار تاريخ لبنان الطائفية تمزقها يمينا ويسارا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. أنا مش كافر بس الجوع كافر لمواطن لبناني. لبنان، لبنان القلب النابض، لبنان البلد الساحر الذي أو التي أصبحت تتنازعها الطائفية منذ عقد أو منذ أكثر من عقد من الزمان. داخلين في قرن من الزمان وهناك تأجيجا للطائفية من سنة 58، وكان الخلاف السياسي بين الطوائف السياسية. الطوائف السياسية الرئيسية في لبنان هي المسيحية أو المارون اللي بيطلق عليهم المارونيين، وبين المسلمين السنة وبين المسلمين الشيعة وأيضا الدروز. هذه هي الطوائف الرئيسة التي يعني تتشكل منها الفسيفساء السياسية اللبنانية وغيرها أيضا من بعض الانتماءات الأخرى، ولكن هذه هي يعني الأركان الرئيسية للطيف السياسي أو الأطياف السياسية داخل لبنان. حتى وصلنا بعد مرحلة الحرب الأهلية التي انطلقت وبدأت في العام 1975، وكان البداية في 13/4/75 بعد محاولة، خلي بالك من كلمة محاولة عشان كلمة محاولة اغتيال هنا هنرددها مرتين، وبركز قوي على كلمة محاولة اغتيال. أول محاولة كانت لبيارد لجميل. بيارد لجميل ده سياسي يعني لبناني شهير، وهو والد أميل لجميل الرئيس اللبناني الأسبق. وبيارد لجميل أيضا كان يعني سياسي كبير في لبنان، وكان تقلد عدة وزارات مع عدة حكومات. المحاولة باءت بالفشل وانطلقت بعدها الحرب الأهلية. كان الرد، لأن في الوقت ده كان عندنا عبارة عن تكوينات سياسية فلسطينية داخل لبنان متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان عندنا أيضا الشيعة، وكان عندنا أيضا السنة، وكان عندنا المارون. المارون كانوا هم من يسيطرون على لبنان، وكانت هذه السيطرة يعني لها تاريخ ولها جذور منذ الاحتلال الفرنسي من 1824 في لبنان. ولكن بعد ما تم احتلال فلسطين في العام 48 نزحت، وبقى هناك عندنا قوة فلسطينية ونازحين في عدة مخيمات داخل فلسطين، مما نتج عنه بعض التغير في موازين القوى. بدأ الرد من المارون على محاولة اغتيال بيار لجميل بضرب حافلة أو ناس كانوا فلسطينيين رايحين يعملوا رحلة ترفيهية على السواحل اللبنانية، وكان عددهم في الوقت ده 27 واحد وتم قتلهم. ومن هنا اندلعت الحرب الأهلية التي استمرت لعقود طويلة تنهك في جسد لبنان، إلى أن وصلنا في العام 89 إلى ما يسمى باتفاق الطائف. وطبعا الحرب الأهلية شهدت عدة تغيرات وعدة تكتيكات. يعني مثلا لو قلنا ان بداية الحرب كان المارون مثلا مقابل الحركة الفلسطينية، كان هناك تأييد من لبنان ومن اسرائيل مثلا للمارون. بعد شوية تغيرت التحالفات وتغيرت بعض التحالفات التكتيكية والتحالفات الجزئية، ده بقى يعني يتحالف مع الخصم وده عدو عدو صديقي يعني حاجة زي كده، الى ان وصلنا الى اتفاق الطائف في العام 1989 في المملكة العربية السعودية. اللي كان من نتاج هذا الحوار ان هو عندنا رئيس جديد اسمه رينيه معوض. رينيه معوض اللي اعترض في هذا التوقيت الميشيل
ميشيل عون، او يعني ميشيل عون اعترض على ان يكون رينيه معوض هو الرئيس اللبناني في هذا التوقيت، واعترض على اتفاق الطائف بشكل عام ميشيل عون، حتى تم اغتيال رينيه معوض من خلال تفجير موكبه. وجاء بعد كده عندنا رئيس تاني الياس الهراوي، وايضا اعترض ايضا ميشيل عون، ولكن في هذا التوقيت تدخلت سوريا بدعم امريكا وموافقه امريكيه مع بعض القوى الفلسطينيه، وتم احتلال القصر الرئاسي قصر بعلبك، وتم السيطره على الوضع وتمكين الياس الهراوي من رئاسه الجمهوريه اللبنانيه، وترحيل او يعني ذهب ميشيل عون الى منفى اختياري في فرنسا الى ان عاد بعد ذلك طبعا يعني وكان رئيسا للبنان حتى يعني هذه اللحظه. في هذا التوقيت طبعا اي دوله في العالم بيدخلها الحرب الاهليه بتتدمر ذاتيا، مش محتاجه تدمير تاني. ولكن ايضا في هذا التوقيت كانت الفرصه سانحه لاسرائيل ان تحتل الجنوب اللبناني. وبالظبط كده كان في 16/3/1978. وكانت الذريعة هنا كان عندنا جماعة اسمها جماعة أبو نضال. الجماعة دي جماعة منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بل على العكس كمان إن هي حاولت تغتال واغتالت بعض قيادات حركة فتح، وأيضا حاولت إنها تغتال ياسر عرفات ذاته وأبو مازن في هذا التوقيت. هذه الحركة قامت بمحاولة، بص بقى أنا تاني مرة بنكرر محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، والمحاولة بقت بالفشل. من هنا كانت الذريعة من إسرائيل لدخول الأراضي اللبنانية للحرب ضد الفصائل الفلسطينية اللي من المفترض أن بتمثلها فصائل مين؟ فصيلة أبو نضال اللي هي منشقة عن منظمة تحرير فلسطينية وعن حركة فتح، بل قامت باغتيالات في حركة فتح والقيادات الفلسطينية، بل أنها قامت بمحاولة اغتيال عرفات، بل أنها قامت بمحاولة اغتيال أبو مازن. ولكن كانت الذريعة، وبالفعل احتلت إسرائيل الجنوب حتى نهر الليطاني، وكان هناك سيطرة إسرائيلية لفترة طويلة، ولكن ما لبث هذا الاحتلال أن يدوم طويلا. في يعني أول مرة بدأت أنها تنسحب إسرائيل بعد شهر أو شهرين، والانسحاب كان انسحابا تكتيكيا بعد تأمين منطقة حدودية حوالي 4 كيلو مع الجانب اللبناني. طبعا وصلنا بقى إلى مرحلة المحاصصة السياسية. المحاصصة السياسية هي اتفاق ليس نصا دستوريا، بل هو يكاد يكون دستور غير مكتوب. المحاصصة جاية من كلمة حصص، يعني احنا بنقسم شيء كل واحد فينا له حصة. يعني على سبيل المثال النظام السياسي اللبناني عبارة عن الرئيس لابد أن يكون مارونيا، مسيحي ماروني، رئيس مجلس النواب مسلم شيعي، رئيس الحكومة مسلم سني. هذه المحاصصة السياسية، ولا زالت لبنان يعني تتعامل بهذه المحاصصة، وهي إن كانت محاصصة سياسية في ظاهرها ولكنها هي طائفية في باطنها، وإن كان ظاهرها السياسة ولكن باطنها الطائفية، الطائفية التي مزقت لبنان. ومن هنا نأتي للمحاصصة، وكلمة محاصصة وكلمة كوتا وكل هذه المصطلحات التي لا تجدها إلا في الدول في منطقتنا الشرقية. المحاصصة هنا هي عبارة عن تكريس للطائفية وتذكير للبنانيين أن احذروا أن الطائفية هي من تتحكم فينا، إن كنا مسيحيين وإن كنا مسلمين وإن كنا مسلمين شيعة. هذه المحاصصة لن تستطيع أن ترتقي بلبنان على مدار سنوات هذه المحاصصة، بل على العكس كان النتاج ما وصلنا إليه أنا مش كافر بس الجوع كافر. طبعا نرجع للحرب الأهلية اللي دمرت لبنان، دي كانت عبارة عن ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول كانت الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط، ودول كانوا دروز، والقوات الفلسطينية اللي هي منظمة التحرير، وعندنا كمان الجبهة اللبنانية بقيادة كميل شمعون، ودول مارون، يعني دول كان جبهة رئيسية بقيادة كميل شمعون، دول المارون وجبهة جوبلات والجبهة الفلسطينية أو القوات الفلسطينية اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية في هذا التوقيت. وظل هذا النزاع حتى
تطورت الفكرة بقى ودخلت عندنا حركة أمل، وبعد حركة أمل دخل حزب الله في الموضوع ودخلت سوريا والقوات السورية، إلى أن انتهت القوات السورية بالخروج من لبنان. على فكرة القوات السورية أول ما دخلت لبنان كانت بجانب المارون، يعني تيلو إسرائيل بجانب المجموعة دي، حتى تحول وتبدل الأمر إلى أن طبعا انتهت القوات السورية من لبنان بمقتل رفيق الحريري. وطبعا كان الجميع يعني يشير بأصابع الاتهام إلى النظام السوري، نظام الأسد، في اغتيال رفيق الحريري. انتهت المحاصصة السياسية إلى هذه الصورة: أنا مش كافر بس الجوع كافر. لم تنعم لبنان طيلة حياتها بالطائفية، ولم تنعم بها لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى اجتماعيا. في كل ما يحدث في لبنان نتاج الطائفية التي مزقتها، لذا ندعو للمزقوها قبل أن تمزقكم. هي إيه؟ الطائفية. شكرا لحضراتكم، ونرجو من حضراتكم أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. إذا نال إعجابكم نرجو من حضراتكم عمل اللايك والشير، وندعوكم للاشتراك في هذه القناة، وطبعا يشرفنا اشتراككم. وشكرا جزيلا، إلى اللقاء.